أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والخاصة من على متن صالة الميناء الجديد الذي دشن اليوم بإشراف من الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، وهو ميناء تانيت والذي جرت فيه الأشغال منذ 4 سنوات، ويرى الصيادون التقليديون بأنه إضافة جديدة إلى واقع أو خارطة الموانئ بموريتانيا، وأنه قد يفتح الكثير من الآفاق، فيما ترى الجهات المحلية هنا بأنها منشأة أيضا جديدة تنضاف إلى المنشآت داخل هذا المركز، مركز المحجرات التابع لمقاطعة بن الشاب بولاية إنشيري. من هنا نقدم لكم هذه الحلقة ونستضيف لكم الوجه المعروف والشخصية البارزة، رئيس اتحادية الصيد التقليدي قسم الجنوب محمد والسالك الملقب بايبخة. أهلا بك سيد الرئيس. سيد الرئيس، بداية، ما الذي يعنيه لكم تدشين ميناء تانيت اليوم؟ تدشين الميناء يعني الشعب الموريتاني، معهم الصيادين وحد الشعب الموريتاني به اللي مد عندها 760 كيلو من الشواطئ ما فيها ميناء للصيد، هي بحرها هو أقنى البخور للصيد، معناها عنها لها 55 سنة مستغلة ما عندها ميناء للصيد. هذا الميناء والبحر بلا ميناء البحر هو التطور اللي شفت من عند هذا صالة، هذه المية، هذه الموجة من عندها الحداده مع الكره الارضيه مقرونه امريكا واسيا وافريقيا لا تعيش عند القارب ويقيم. ها منين يعود؟ ما عندك بل منين يدخل عليك شي جاي، ما عندك تطور ولا عندك علاقه مع البحر، ولا بالبحر ولا بالحوت. تبس محل تقيس الحوت، احنا الفالق العدل الصغيرين هذو من زمن عيسى بن مريم لا تلاو خالقين، والوسانة ما نشروا القوارب الكبار ونتطوروا بينا، ما عندنا ميناء لقد يتفهم ويخلي كله ضرك. هذه الكرامة اللي خلقت فاتحة مشاكل موريتانيا هي تأكل منها الحوت كاملة، وزايدك برواية عن هندار في نقطة من البحر اللي فيه الحوت، معناه إن اللي حوت موريتاني يوجد من عندنا ما مقار إلى مقات في كنت تفهمني، معناها النص معناها اندارت في سرة البحر اللي فيه الحوت. لما فهمت خليك القاربة لا يحوت ويمشي 40 دقيقة 50 دقيقة ماكسيموم ساعة، ساعة ونص يدخل في الميناء ويحط حموض، يحط حموض ويرجع. من كاع من فوائد مول هذا الميناء لانها قربت المسافة للصيادين. سمعتني؟ قربت المسافة، جات هي قلت لك عنها عادت في نقر البحر، في نقر الحوت. الحوت شمالا وجنوبا نص يهو. من وادي ما في الحوت، من جابه ما في الحوت، الحوت يبدا من عند تيقن الى ما وقع. هذه هي صرف موريتانيا فيها الحوت. حد قال لك انا ما وحدت قالوا باي باخا كيف. ومن رايك انكم انتم قطاعكم اليوم قطاع الصياده التقليديه كانوا قادر على انه يغذي هذا الميناء؟ سمعتني؟ احنا اليوم اصبحنا تسمع ومن يفوق تسمع كربة في الميناء، به المده بلا ميناء ما هي ميناء. الحوت ما له تبقى مرة من موريتانيا ما كانت الأسبوعات الجاية، خاصة نقطة واحدة هي خاصة والدول يتغلبوا عليها، هو عن السيارات البرد ذوك اللي قالهم لي كم يوم فريقو ينقلع عن الدوان عود وقت سنوري. منين عود وقت سنوري ما له يبقى مول تاكسي ما زرق وتور في الحوت ودفع في الداخل. منين تقزنور الوتات اللي فريقو ما تلحد له يعدل يحرك وتا ما هي واحدة رافدة، ها؟ ما انا متفاصل وانت مولا ماشي الحوت في الداخل، والحوت اليوم نبيعوه في الداخل ونبيعوه في مالي ونبيعوه في بوركينا فاسو. غير هي مد عند اسمعني انا عند وتي داخله يامس جايه من مالي تحط الحوت وتعالم به رئاسه مالي، وجبنا لهم الحوت وقلنا لهم انتم مناسبه عنا احنا وانتم في حلف واحد، وعنا احنا وانتم ماشيين ورئيسكم صاحب رئيسنا تدور من الحوت انتم صبوا لكم. انت متفاصل؟ لا قلت هم اللي راني لك في جمعيه الاقتصاد الافريقيه جبتهم هون كافي من كوت ديفوار وحصرهم هون
الدور ان شاء الله. واذا معدلوا اياك 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 احنا موريتانيا اياك احنا نصور نطوروا اقتصاد حوتنا وياك نقروا في العالم الاخر حوتنا. شوف كوت ديفوار ياكلوا الحوت محوط في موريتانيا وبعض يحطوه للروس شاكين حوت الروس اذا جايبوا الروس. والنيجر يجي حوتنا احنا جايبين الروس واسمع ويشكوا الناس انه جاي من حوت الروس. احنا لازم العالم يفهم عن ذا ياكل حوتنا احنا. وشنو دور الموانئ؟ يقير لازم نولي احنا عن الحوت يابا نحوطوه نحن ونتجروه نحن ونصيدوه نحن العمال من نحن نوكلوا العالم ويعرف عنا احنا هم نوكلوا العالم. ما يعود العالم عايش افضل بسلتي ما يعود العالم عايش من حوتنا ولا يعرف عنه عايش من موريتاني. ها؟ لو كان العالم اللي يوكل حوتنا يعرف عن ذا حوت موريتاني يعود اعطانا ياسر من الاحترام والريسبكت كبر الامور صالحه. وشنو هو دور الموانئ والله بورات هذو؟ دور بورات مالي قلت لك دور كنت تتكلم عنه هو الحداده مع البحر. حد بلا فيه بلا رابطه. شوف لا اقول لك هو لو كان ما خالق البحر لو كان ما خالق البحر الاسلام بعد قاع ما يجي من الخليج هو جا في سفينه ما جا على بعيد ما سمعتوا السفينه الاولى جابت جماعه الاسلام وقفت جزيره من تونس ينقالها كركانه ها قرقنا ها. ولولا البحر ما يحتلوا المرابطين الاندلس يمسلموها ها. ولولا البحر ما يجي بطلن ولولا البحر سنين ما تمشي معدنها تم الفهم وذا يخليكم لي. ولولا البحر ما يمشوا الدول البطرن وانت ما يجيك شيء ولا تعشى تشاك عند التوكل هناك جاي على زايله لو كان ما هو جاي على قارب وعندك ميناء ما تيتوهم ها أه؟ ما سمعت وخليك بعد تانيت هذا صبح بعد تانيت لا يعد الواحد فنتوي سمعني لا يعد الواحد فنتوي ولا يعد الواحد فنجاقو وراني قايل لك ملي عن ذاك لا يعد الفنجاقو نوعه في افريقيا ما هو خالد ما في جنوب افريقيا ما هو في المغرب لا هو في السنغال ولا هو في كوت ديفوار ولا هو في نيجير ولا هو في لبنان وهذا قايل ولا كان تسامعني واللي مكذبه يتفضل. علاش بنيت هذه بنيته بيا اللي مناتهم نعرف ونعرف بلان بون ها لا ما فهمتوا عنده خصوصيه انا ما هون ميناء في افريقيا ما فتو قفت عليه الحمد لله لا ما فهمت ولا في اسيا فطن مولي حتى فيتنام ما سلكوا مني بورات. شنو تقييمك لبورات موريتانيا؟ شفت هذا بور انا نسميها لا الكرامه ما نسميه قاع بور تسمع؟ ولا حكما خليه فضل اسبوع يشوف ابن بريد قالها تاني تاني تعرف معناها شنو؟ كلمه من كلام البربر معناها ربة الجمال ربة الجمال تنقال تانيت ها؟ بكلام البربر ها؟ يا بربر هذا اللي زمان قال هو يفترض لا يسمع واحد يقول تاني تغير ما يعرف هو منين جاي ولا معناه شنو ها؟ لا تضحك خليك لا ذكي هو منين عاتيا قالها ربة الجمال عادت هي كرامة الجمال ها؟ ايوا طيب بعد تانيت شنو واقع اليوم الصيد التقليدي؟ الصيد التقليدي الحوت ياسر موريتانيا متوجهة على البحر فضل ياسر والخير ياسر لا ما فهمتوا خليك لي ولا يتم لا يجيك الدعايات في موريتانيا فيها الدعاية لا كله يعود واحد ما يشتغل ولا يزي شيء ولا هامو يعدل شيء هامو لا يتم تاكي ووكل يقول لك يا ده بروبلم ما هو خالي سامعني خليك لي. شفت موريتانيا اليوم انا هذا عقلت على الاستقلال ها سامعني ولا ماك سامع داخل المدرسة يوم الاستقلال ومن ذيك الساعة نعيش في ذاك ومن 73 تعرف 73 انت ابوك ما دخل ذيك الليلة انا في اليابان تعداد لقية نبيع حوت صبانية لليابان سمعت ما سمعت ونعرف عن موريتانيا متأخرة بعيد بعيد شنو بعيد شنو بعيد بعيد معني الصيد التقليدي في السنوات التالية لا يزال لا الطيار قلت لك به اللي تعلمه في موريتانيا هو ما كان فيه من موريتانيا كان شمالا في شي من الرجاله معلمينه كناريا واستكهلوا ورترتو ولا راو الجيل يتابعهم ها فهذا تعرف الزمن التالي وبارتيكليرمان في ذا الحكم اللي احنا فيه فرصه عن اليد العامله تعود موريتانيا وفرصه عن اليد شو القوارب عندنا الكبار كاملين وفرصه زمن ذاك الراجل اللي قال له ابو سيف يرحم عن ما يمشي فيهم ما هو موريتانيا
سمعت ولا ما سمعت؟ والقصيد التقليدي من جهه هذا فرصة عن خالق الله صيادين الموريتان، واليوم ما خالق ما هو هون واحدين يعني الحديث مولي عن الشكاوى، احس بعض الصيادين التقليديين طرحوا عن الاجانب الزارين في الجبر في البحر. قلت لك عن الناس ما باقي شيء، ما تلموا تسرقوا وتجحدوا، هي سرقوا ضرب وخزاوا مولانا وخزاوا برسول، ما يخزوا بالحكومه الا كل واحد يمشي، ما يعني نحن القانون العام خالق الله موريتانيا، اذا عاد واحد يسرق نحن اعلن في الشرطه والبوليس، ما يعني نحن وشنو رؤيتك للمستقبل؟ المستقبل لا نعطيك لا روايه، نطلب منك تجيني هون ونوقف هون، اضبط الواقع اليوم ونوقف هون لمواد شويه في شويه في نصف 2019، وجيني هنا وتشوف اللي هي يوقع الدور تفهم عن الناس مشات 120 في التطور، تبرقوك لي زينات في ذا فطوط ينشري منهم سبخ سبخ التفلي هذه ترى عليك فيه دروا يقروا هالرجال مقافين بالطرق ودروا لي زينات يبقاو قد الحشيش لما المتفاصلة ودور يبقاو ديارهم والسمع هذا نعرفوه هون في الذيب تعرف الذيب وانا احنا كنا هوناتي غنتين سو هوناتي في لابي في هلال ذياب مين تجيني لما ادري شويه دايما تزنى في الدور تشوف على السلطة. إذا هذا بالنسبة للصيد التقليدي، شنو هو انعكاسه على السكان المحليين وعلى الاقتصاد المحلي بصفة عامة؟ السكان هوناتي حواته كاملين وكل ليلة يروحوا لهم الفوالين ولا فيهم الفقر ولا فيهم المجاعة وعايشة فيهم موريتان الأخرى. تذا ما سمعته شفتني قالوا مراقل من سابق تسمع من سابق كابولاني عايش في هذا العالم. لما أنا متفاصل أخلي. ولا عنده مشكله وكان لا يشتغل يدور تم لا يشتغل شنو النصائح اللي توجه اليوم توجه لا للشباب الشباب الشباب يجي بصفه خاصه الشباب اللي متخرج من المحاضر لذاك الشباب عنده ميزه لا نقولها لك جربتها شقلت منهم ياسر فيهم ياسر من المسؤوليه وفود الهم ولا يكذبوا ولا يسرقوا داعيهم للبحر داعيهم من المحضر الى البحر من المحضر الى البحر ايوه لما هو حرام خليك اذا شكرا لك محمد السالك رئيس اتحادية الصيد التقليدي جزاك الله خير انا مالي راي لك ماني صيد تقليدي انا رئيس اتحادية كاملة سوى تقليدية وسوى ما تقليدية اذا شكرا لك محمد السالك اهلا بكم في هذا الجزء مشاهدينا الكرام من هذه الحلقة التي نقدمها لكم من على متن جسوري ميناء تانيت الواقع ببلدية المحيجرات بولاية الشيري والتي نخصص فيها هذا الجزء للحديث عن واقع السكان عن تطلعاتهم إزاء هذا التدشين الذي عاشته هذه المدينة اليوم في أول مرة في تاريخها في هذا بمناسبة هذا الميناء. في هذا الجزء نستضيف عمدة بلدية المحيجرات وهو الأستاذ حبيب الله المحمد. أهلا بك سيد العمدة. سيد العمدة بداية ما الذي يعنيه لكم تدشين هذا الميناء ميناء تانيت الذي شهدت فيه الأشغال مثلا دامت فيه الأشغال 4 سنوات وكثيرا ما انتظرته الساكنة، ما الذي يعنيه لكم؟ شكرا جزيلا. بالنسبة هذا تدشين هذا الميناء بالنسبة لنا يعتبر تحقيق حلم ظل يراود هذه ساكنة هذه المنطقة منذ فترة طويلة ومنذ بداية تدشين إنشاء هذا المقر العمومي وضع الحجر الأساسي. ونحن على كل حال نتطلع إلى هذا اليوم، بالنسبة لهذا اليوم يوم مبارك ويوم غالي ويوم انتظرناه منذ فترة طويلة، وبالتالي يمثل لنا تحقيق آمالنا وتطلعاتنا في التنمية. أنتم كبلدية محلية ما هي التطلعات التي تتوقعونها من هذا الميناء؟ الحقيقة هذا الميناء احنا ممكن نقول عنه هو الرافد الأول والرئيس بالنسبة لهذه البلدية، بلدية ناشئة وطبعا ما عندها من شيء اعتمادها على الصيد التقليدي، وبالتالي هذا الميناء يعتبر في الحقيقة قطب تنموي كبير. نحن نتطلع إلى أن يساهم
في التنميه المحليه لهذه البلديه مثلا، على يقينا سيساهم ان شاء الله به اللي سيوفر للصيادين التقليديين مكانا للرسو امن ثابت، وللتفريغ وللحفظ منتجات ولتسويقهم. هذا بالاضافه الى انه نتطلع الى ان يسهم في حل مشكله المياه. هل تتوقعون انعكاسات اقتصاديه طبعًا على البلديه طبعًا كمنشاه؟ طبعا لازم البلديه لا يمكن ان تغيب عن هذا البناء اللي موجود على ارض البلديه، والساكنه اللي ساكنه البلديه سيزاولون نشاطهم يوميا. معناها الصيادين التقليديين يذهبون الى البحر يصطادوا ويفرغون منتجاتهم. اذا هل تعتقد بان اختيار المكان كان مناسبا؟ اذا ما عدنا الى ان اغلبيه سكان المحاجرات هم يمارسون الصيد التقليدي. مناسب 100%، مناسب 100%. هذا نحن نعتبره قطب تنموي، وقطب تنموي لموريتانيا كامل، ولمقاطعة بن نشاب بصفة خاصة، ولولاية نشيري بصفة عامة، ولموريتانيا. في الحقيقة هذا النوع من الإنجازات إنجازات عظيمة، وإنجازات تستحق الإشادة والتنويه الموريتاني. هذا الموريتاني، الشعب الموريتاني، ونستفاد من الشعب الموريتاني كامل. هذا الميناء يمكن أن يستقبل شتى أنواع البواخر، وبأحجام مثلا كبيرة. مثلا هو صيد الصيد التقليدي في نفس الوقت ممكن أن تتفرغ البضائع، ممكن أن تتفرغ مثلا. ما طبيعة التعاون البلدية مع هذا الميناء الذي البلدية ناشئة، نقول ناشئة، لم تعمل أي شيء حتى سألين منذ شهرين، لكن على كل حال الميناء يعتبر شريك محلي، ونتطلع إلى إقامة علاقات مع وطيدة، بأن احنا دور عندنا ولاتيها عندنا وعاء ضريبي هون، عندنا وعاء ضريبي، هاي الناس اللي تفرغ هون تيها احنا معني الأول بلدية دور على كل حال طبعا ندير لها ضرائب. بالتالي الميناء اعتبره شريك لا غنى عنه. شنو هي رؤيتكم انتم كإطار يمثل مثلا السكان المحليين في هذا الميناء، ومن رأي كان فهم رؤية موازية لهذا النشاط، هذا الميناء المتوقع تنعكس على المجالات الأخرى التنموية والاقتصاد؟ أقول إن هذا الميناء بالنسبة لنا هو مرفق عمومي، قطب تنموي كبير، لا بد أن يساهم في التنمية الوطنية الشاملة الموريتانية، لأنه لابد طبعا أن يوفر يد عاملة، لابد، لأنه لازم يستقبل مئات إن لم أقل آلاف من يد العاملة الوطنية، وبالتالي هذا لا ينعكس القوة الشرائية للمواطنين، لابد أن تؤدي سوق، لابد بدون سوق للسمك، لابد تؤدي متاجر، لابد تؤدي فيها على كل حال نشاط اقتصادي مستثمرين. إذا المحاجرات من البلديات ذات الامتداد الكبير مع البحر، هناك إمراج، هناك الكثير من القرى المعروفة بالصيد التقليدي، هل تعتقد بأن هذا الميناء قد يعزز من علاقة الإنسان في محاجرات مع البحر، والعكس صحيح، وأن هناك طبعاً إمراج هي مجموعة من المواطنين يمتهنون الصيد التقليدي في الماضي بوسائل تقليدية بداية، أما اليوم فأصبحوا على كل حال يستخدمون السفن والزوارق والماكينات إلى آخره، وبالتالي ارتباطهم بالبحر ارتباط وثيق لا غنى لهم عن البحر، لا غنى بالبحر، لأنه مصدر قوتهم اليومي، يوميا يذهبون البحر، إن لم يجدوا السمك يبقون بلا شيء، هم مرتبطين ما عندهم ما يمارسوا التجارة، ولا يمارسوا مثلا الصناعة، ولا يمارسوا مثلا الزراعة، ولا يمارسوا اللي عندهم البحر، مرتبطين بالبحر، وبالتالي من يوم البحر ما في حوت هم يبقى بلا شيء، يذن عنهم ارتباطهم بالبحر ارتباط وثيق لا غنى لهم عنه اطلاقا. هل سيعزز هذا؟ طبعا هذا ليس لا يعزز على كل حال الارتباط، ولا هي يدعم على كل حال اقتصادهم، ولا هي لا يعود على كل حال رافد جديد، ولا هي نتوقع عن على كل حال يرفع القوة الشرائية لهذه الساكنة. هل تتوقعون تحديات قد تواجه هذا الميناء في علاقته مع السكان المحليين او البلدية او الجهات؟ لا اتوقع بالنسبه للسكان المحليين، لا ما في ما اتوقعش، لكن بالنسبه للسكان الاجانب هم اللي مثلا اليد العامله الاجنبيه اللي كانت تمارس الصيد هون، ولا هي تصبح هي الاخرى اللي ملزمه عنها تفرغ حمولتها هون، هذه هي اللي قاد مثلا اذا كانت من الذين مثلا لا يحترمون القانون ولا يحترمون النظم، وربما مثلا ما هي مطالب السكان المحليين اليوم موازاة مع هذا التدشين وهذا الحدث؟ السكان عندهم مطالب أساسية، هذه البلدية سكان يعانون من مسائل معروفة،
الماء نقص المياه الشرب نقص الكهرباء لانها بكل حال بلديه ريفيه ما في الكلام معنا تخطيط المطالب قراناها امام رئيس المديريه تخطيط مثلا عمراني به اللي بدون تخطيط عمراني لا يمكن ان تقام بنيه الاقتصاديه يمكن تبنى حتى مرفق عمومي بلديه اذا كانت لديها امكانيات او لديها ممول مستعد يبني مقر لا يمكن ان تقر به اللي ما في مخطط عمراني هي قصره مثلا ما هي مقبوله ولا يضحى الدعوه دعمها اذا فيه الحاجه للمخطط العمراني فيه الحاجه لسيارات اسعاف فيه الحاجه على كل حال تأطير الشباب والتكوين والتشغيل على كل حال حاجات بلديه مهازرات هي حاجات بلديات كامله خاصه البلديات الريفيه خاصه بلديه ناشئه مازالت ما عندها موارد ولا عندها مصادر. كيف ترون المستقبل في المحاجرات هنا وايضا في ظل هذا التدشين تانيت على كل حال المحاجرات راجلنا نرجو لها ان شاء الله هو مستقبل زاهر في ظل هذا التدشين وفي ظل على كل حال السياسه الرشيده لفخامه رئيس الجمهوريه لان المحاجرات من انشاءاته ومن انجازاته في حد ذاتها وبالتالي نتطلع ان شاء الله الى مستقبل واعد ان شاء الله بالانجازات وبالمشاريع التنمويه في ظل سياسه الرشيد محمد الرشيد السيد محمد العزيز حفظه الله. اذا شكرا لك الاستاذ حبيب الله والمحمد عمده بلديه المحاجرات التابعه لمقاطعه بن الشاب ولايه الشرق كنت ضيف معي في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقه التي نقدمها عبر شاشه تلفزيون الساحل من على متن جسوري ميناء تانيت المنشئ حديثا في ختامها ايضا لكم تحيات زملائي من خلف الكاميرا الى اللقاء.